الأحاديث الكثيرة وقد أشرنا إلى بعضها، وفي سيرته عليه الصلاة والسلام وشرنا مثلا إلى صلح الحديبية الذي سماه القرآن بالفتح المبين، إن فتحنا لك فتحا مبينا، ونقرأ الآيات اللي ذكرناها في سورة النساء وحدها برك اشحال الآيات، والصلح خير، الأيام 28 لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو إصلاح أو معروف أو إصلاح بين الناس، الآية 114 أو الآية 65 اللي سمعناها فلا وربك لا يؤمنون، ولا الآية 35 في قوله تعالى إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما، أو في سورة الأنفال الآية الأولى فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم، أو في سورة الحجرات الآية العاشرة، أو الأحاديث التي ذكرناها، نفهم باللي شجرة الصلح راهي مغروسة. الصلح قيمة عليا، قيمة كبيرة في الوحي الكريم في القرآن وفي السنة النبوية وفي سيرة النبي صلى الله عليه وسلم العطرة. من ثمرات الصلح الفائدة نتاعها نتاع الصلح، الفائدة الأولى إنهاء النزاع، معنى المشكلة تفرى. ممكن واحد منكم يقول حتى كي تروح المحكمة تفرى لا جوستيس، نقول لك صح تفرى، ولكن كيفاش تفرى؟ تعرفوا كامل وقتاش فرات لازم لي بروسيدور الاجراءات، وطلع وهبط، اذا كان عقاريه لازم اكسبيرتيز اكسبير لا لوا 0809 لارتيكل 128 والى امشي وكمل، الى ما عجبوش الحال الخصم نتاعك يدير كونتر اكسبيرتيز الخبره المضاده تسلو في الاجراءات، لازم رجوع الدعوه بعد الخبره ابري عامين، يعني تجيبوا 17 18 سنه ان شاء الله وتفرى القضيه، ولكن في الصلح ممكن 17 دقيقه. إذن كي نقول ربي قال وصلحوا خير، شفوا على الآية هذه، ربي اللي قال وصلحوا خير، معنى حتى القضاة يقول لك ماذا بك تفريوها بالخير، وإذا فريتوها بالخير هو يدير محضر ويصدر حكمه بالصلح والسلام عليكم عادي وفرات، معنى القاضي يفرح والخصوم يفرحوا يفرحوا كاع، مفهوم؟ لماذا؟ لأنه الصلح والصلح خير انتهى. إذن الفائدة الأولى إنهاء النزاع صلحا أو ما يسمى بالطرق الودية، هذا مياب. اثنين إزالة الأحقاد في المحكمة ما تضمن ليش، راحوا الزوج اون جوستيس واحد ربح ولا خسر ولا لا لا، هذاك اللي ربح فرح واللي خسر اللي خسر تقلق وفي قلبه حاجة راهي دورة لا بروف، يكسر شرع يكسر لا كور المجلس القضائي، إذا ربحته يقول لك نجيب معك في المحكمة العليا لا كور سوبريم ويكمل معك يجب 20 30 سنة، وسورتو إذا دخلت تاغنانت وتاغنانت هذه ما عندهاش حل على بالك، تاغنانت يجيب معك 30 سنة نورمال وزاهي وفرحان وبسم الله ما شاء الله عليه، خطر يحس في قلبه بلي راه خاسر، انت ربحت وهو خسر، راك توري الجوجمون تقول انا ربحت هو يقول انا خسرت، اما في الصلح كاع رابحين، هذا رابح وهذا رابح، ماشي هذا رابح وهذا خاسر، لا لا، نقول الحمد لله افرات القضيه نتاعكم بالخير وكاع رابحين. الفائدة الثالثة دعوة الخير والدعاء حاجة مليحة على بالك، ثمرة من ثمرات الصلح، خاطر نتوما كي تفريو الناس تدعيو لهم ولا لا لا، تقول لهم بارك الله فيكم جزاكم الله خير أنكم قبلتوا الصلح، صافي داو دعوة الخير وانتوما داو دعوة الخير، وهم يقول لكم أعطيكم الصحة انتم السبة اللي فريناها الاميابل بطريقة ودية، انتم تقولوا اعطيكم الصحة كي قبلتوا الصلح اديتوا دعوة الخير كامل وبسم الله ما شاء الله، هذه فايدة كبيرة
والدعاء مليح. الدعاء واش قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ الدعاء مخ العبادة. نزيد لك حديث آخر، الدعاء هو العبادة. زوج روايات ديهم في زوج، هذا صحيح وهذا صحيح. الدعاء مخ العبادة. رواية أخرى، الدعاء هو العبادة. علاش قال ربي وإذا سألك عبادي عني، كملوها برك، فإني قريب. الفاء هذه واش معناها في اللغة العربية؟ أساتذة اللغة، الفاء تفيد الفورية مع التعقيب. ف ما قالش ثم، ثم هذه خاطئ، ثم بعيدة بزاف. ثم حرف عطف كيف كيف، ولكن الفرق بينها وبين ثم بين فا. الفا فورية، وإذا سألك عبادي فا فإني، ما قالش ثم إن، قال فإني، معنى ربي يتقبل الدعاء. ثم ثم فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. وين جايتها؟ وين جاية هذه الآية؟ في سورة البقرة. زيد لي برك الرقم نتاعها، لله في سبيل الله، جاية بعد آيات الصيام. يا أخي الآية 185 من سورة البقرة، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن فمن شهد منكم الشهر فليصمه. وبعدين ربي سبحانه واش قال؟ يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. كمل الآية اللي جت بعد هذه، ثم هي آية الدعاء، الآية 186 مباشرة بعد أحكام الصيام، ربي قال وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. علماء التفسير قال لك ربي جابها بعد آية الصيام باش نكثر من الدعاء، خاصة في الصيام، خاصة في الصيام، جابها بعد آية الصيام. يلا، وكاين فايدة أخرى للصلح، إيه هي؟ هي سمحوا لي نشر ثقافة الصلح. وش معناتها؟ أنتم كي تصالحتوا تديتوا دعوة الخير، كي اختصموا الآخرين نقولوا ديروا كيما هذو، وليتوا ريفيرونس موديل، ونحتاج إلى الموديل، نحتاج ريفيرونس ولا لا؟ لا، وعلى بالكم أنتم يلي تصالحتوا كاع هذوك اللي تصالحوا عندكم، وهما عندهم أجر وأنتم عندكم أجر. الكونتور نتاع الحسنة نتاعكم لا يتوقف، على بالك علاه؟ لأنكم وليتوا نموذج، ونموذج ريفيرونس في الصلح. فوائد الصلح كثيرة جدا، تولي تنتشر ثقافة التسامح بين الناس، يولي وماشي كي يختلفوا هذا يضرب هذا. وعلى بالكم الآن الناس كي يختلفوا من في طريق يا لطيف يستخدموا العنف، لا فيولونس، وكان اللي يروح بعيد يروح يقتل. ولينا نهضروا عن جريمة القتل، مانيش عم نتكلمش على مستوى الجزائر، نتكلم على مستوى الأسرة البشرية على مستوى العالم. ما زال قابيل عنده اللي عنده، قابيل هو اللي دار الجريمة الأولى، البرمي كريم، أول جريمة. قابيل اختلف مع أخوه، واش قال له قابيل؟ قال لا أقتلنك. مين ضربك؟ هكذا يقولوا الناس كي اختلفوا زوج، يقول نقتلك. كيما قالها قابيل يقولوها ضربك. علاش أخوي تقتلو؟ علاه؟ وعلى بالك هذاك الإنسان شحال يسوى عند ربي؟ غير هو اللي يعرف قيمته. من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا. يا بنادم لو كان تقتل واحد
كي شغل قتلت كاع البشرية، ربي هو اللي قال. سمعتوا الآية؟ قابيل اختلف مع أخوه مع هابيل، قالوا نقتلك، قال لا أقتلنك. وهابيل ما قالوش قبل ما تقتلني نقتلك، قالوا لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك، على إني أخاف الله رب العالمين. صافي، اللي يخاف ربي ما يديرش الأمور هذه، أنا عاميه. لذلك قالوا في الجزائر، يقول خاف اللي ما يخافش ربي. علاش قبيلة كي قرينا الآية الأولى من سورة الأنفال، ربي قال فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم. فوائد الصلح كثيرة، أكتفي بما ذكر.